انتقادات بالجملة تعرض لها محمد صلاح نجم المنتخب المصري وثالث أفضل لاعب في العالم من قبل الجماهير بحجة تباين أدائه مع الفراعنة بعكس ما يقدمه مع ليفربول الإنجليزي. انتقادات لم يتوقف عندها كثيراً محمد صلاح الذي اكتسب من الخبرات ما يمكنه من عبور تلك المواقف، وهو ما حدث بالفعل خلال مباراتي كوت ديفوار والمغرب في كأس الأمم الإفريقية المقامة حالياً في الكاميرون. ففي المباراة الأولى أمام كوت ديفوار نجح محمد صلاح في تحرير لاعبي مصر من الضغوط الجماهيرية، ووجه رسالة للجماهير مفادها التفوا حول المنتخب من أجل عودة البطولات، وهي الرسالة التي كان لها مفعول السحر على اللاعبين الذين تألقوا خلال مواجهة ثمن النهائي وأطاحوا بالأفيال الإيفوارية. ثم عاد صلاح خلال مواجهة المغرب وقاد الفراعنة للتأهل إلى المربع الذهبي لأول مرة منذ 2017 عن طريق تسجيل الهدف الأول وصناعة الهدف الثاني، علاوة على تسببه في إزعاج الدفاع المغربي طوال أحداث اللقاء. صلاح الذي يصول ويجول في الملاعب الأوروبية ويضرب الأرقام القياسية رقماً تلو الآخر، يبحث عن تحقيق إنجاز مع منتخب بلاده للوصول إلى حلمه بالحصول على جائزة الأفضل في العالم، وهو ما يقترب منه بالفعل المحترف الأفضل في تاريخ الكرة المصرية بعدما بات يفصل الفراعنة عن اللقب الثامن في تاريخهم مبارتين فقط. فهل ينجح مو صلاح في تسطير اسمه في سجل قادة المنتخب الذين رفعوا كأس الأميرة الإفريقية